نعم، شكرا لكم. تحية سيديكم الكرام. القمة العربية الصينية هي تاريخيا الأولى من نوعها. سؤالك جيد جدا سيدتي، لأن هذا ما يدور في وسائل الإعلام، وعبر أستمع كثيرا لتحاليل وتعليق الزملاء من المحللين والمتابعين، والبعض ذهب إلى هذا التحليل أن هذه القمة وهذا الحدث هو محاولة صينية لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط، وإزاحة النفوذ الأمريكي وإزاحة الوجود الأمريكي في المنطقة. هذا خطأ كبير جدا، ليس صحيح. هذه القمة على أهميتها لأنها هي الأولى من نوعها تاريخيا، وهي تؤسس إلى مرحلة جديدة من العلاقات العربية الصينية، ومرحلة جديدة من التعاون وتدعيم التعاون الذي بدأ منذ 2004، منذ تأسيس المنتدى العربي الصيني في سنة 2004 عندما زار الرئيس الصيني السابق هو جين تاو القاهرة. ومنذ ذلك الحين هذه القمة تعتبر تتويج وتدشين، تتويج للمرحلة السابقة وتدشين لمرحلة أخرى متطورة أكثر. وبالتالي هذه القمة العربية الصينية هي قمة مثل ما ذكرت لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المالي التكنولوجي. يعني مثل ما قال الرئيس الصيني، هذه القمة هي أيضا لتدعيم أمن الغذاء وأمن الطاقة، ويعني هاتين كلمتين يعني اساسيتين، يعني مفتاح في هذه القمه وفي هذا الحدث التاريخي المهم، هو امن الغذاء وامن الطاقه. وبالتالي الرئيس الصيني في المملكه العربيه السعوديه وفي لقائه مع ولي العهد السعودي ومع الملك يعني المملكه العربيه السعوديه، كذلك في لقاءاته مع مجلس التعاون الخليجي مع الدول العربيه، هو يؤكد يعني في كل خطاب يلقيه وفي كل تحرك سياسي يعني يقوم به، هو يؤكد أن هذه القمة هي قمة اقتصادية مالية تجارية تكنولوجية، وليست يعني سياسية وليست جيوسياسية، وليست لتغيير المنطقة، منطقة الشرق الأوسط يعني موقعها أو موقفها من قطب إلى قطب آخر. وبالتالي هذا هو السياق الاقتصادي والسياق الجيوسياسي الذي تتنزل فيه هذه القمة العربية الصينية. يعني من الواضح منذ بداية هذه القمة بأنه التركيز هو على الجانب الاقتصادي، ولكن هل من الممكن، بما أنه اليوم هذه القمة استثنائية، هل من الممكن أن يعني تنتقل من الجوانب الاقتصادية فيما بعد انعكاسات هذه القمة إلى جوانب أخرى استراتيجية أمنية مثلا؟ يعني الموقف الصيني أو التحرك الصيني، هناك وجهان لهذا الموضوع. لا أعرف هل نعم تفضل انقطع. نعم أسمعك جيدا، تفضل. يعني بالعودة إلى سيدتي، أن هل هناك يعني صبغة سياسية، هل هناك صبغة جيو استراتيجية لهذه الزيارة أو لهذه القمة؟ أقول أن يعني هناك فرق بين ما يقصده الجانب الصيني وما يعني يعبر عنه يعني في العلن. إذا أردنا معرفة التفكير الصيني أو مركز القرار الصيني، كيف يفكر، كيف يخطط لهذه الزيارة، نقول أن وزارة الخارجية الصينية مثلا يعني أصدرت تقرير ب 25 صفحة تقريبا منذ يومين أو ثلاثة. يعني هذا التقرير يلخص يعني كيف يفكر الصينيون وكيف تنظر بكين لهذه الزيارة ولهذه القمة التاريخية مع العالم العربي. يعني هذا التقرير من 25 صفحة يعني يتطابق كليا تقريبا مع يعني نشر مقال للرئيس الصيني في جريدة الرياض السعودية يعني قبل زيارته للمملكة العربية السعودية بيوم واحد. وإذا قرأنا المقال في جريدة الرياض السعودية وتقرير وزارة الخارجية الصينية من 25 صفحة، يمكن أن نفهم أن هناك جانب
من 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 التفكير الصيني في الى جانب جيوستراتيجي، جانب يعني نظرة الصين او سعي الصين او حتى اعطاء يعني نظرة impression ان الصين تقوم يمكن ان تقوم بدور الولايات المتحدة الأمريكية او تسعى الى تقاسم النفوذ مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بينما في الحقيقة او في العلن لم يذكر الرئيس الصيني. طيب ردت فعل واشنطن دكتور جلال، يعني اليوم ردت فعل واشنطن حول هذه القمة أو النوايا الصينية في القادم أو انعكاس هذه القمة في مستقبل الأيام؟ بالنسبة لردة فعل واشنطن هناك تناقض وهناك ارتباك كبير جدا في الموقف الأمريكي. على فكرة في اليوم الذي سبق زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية يقول جون كيربي المكلف بمهمة الأمن القومي مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول أن نحن لا نملي على الدول يعني كيف تدير علاقاتها الثنائية مع دول أخرى، بينما يعني بعدها بيوم بعدها ب 24 ساعة فقط عندما وصل الرئيس الصيني للرياض بالأمس قال يعني تغيرت اللهجة، تغير الخطاب الأمريكي وأصبح يتهم الصين بسعيها للنفوذ في منطقة الشرق الأوسط، بسعيها للاستحواذ على ثروات المنطقة وبسعيها أيضا لتعويض أو لإزاحة النفوذ الأمريكي. وبالتالي يعني الجانب الأمريكي حساس جدا وستكون هذه الحساسية في تطور يعني كبير جدا في الأشهر والسنوات القادمة من النفوذ الصيني ومن العلاقات الصينية العربية، بينما يعني الجانب الصيني يركز ونراه الآن لا يتكلم في السياسة، لا يتكلم في الجيوستراتيجيا، لا يتكلم في تعويض الولايات المتحدة الأمريكية أو إزاحة النفوذ الأمريكي. الجانب الصيني نراه يعني يركز كثيرا أو حتى أكاد أقول يركز فقط ولا شيء غير الاقتصاد، المالية، التكنولوجيا وتلك العبارات. إذا استمعنا إلى الخطابات، ثلاث خطابات للرئيس الصيني نرى تلك العبارات حتى الشاعرية والعاطفية مثل الحب المتبادل بين الشعوب إلى آخره. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من الرياض دكتور جلال رحيم، باحث وخبير في العلاقات الأمريكية الآسيوية، شكرا جزيلا لك من جديد.